السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي الجميلة. كما كتشوفوا اليوم غنشارككم إصلاحاتي اللي غنديروها في المطبخ ديالنا إن شاء الله. المطبخ كما كتشوفوا داير الجليج، هذا الجليج راه قديم ولكن صحيح، ودير هنا فيترينا ديال بالخشب. فيترينا كانت كتهز لينا الماعن ولكن ما بقاش موديرن، قررنا ان نبدلوها. كانت عباره عن بلاكار تحتاني بالعود وفوقاني درنا ليه بالزاج. وبالنسبه للارضيه كما كتشوفوا هي الارضيه دايرينها اسميت هذه النوعيه ديال الارضيه اللي عندنا لاموزيك. كنا دايرين لاموزيك ولكن ان شاء الله كنفكروا اننا نديرو الزليج، يعني الا كان عندكم شي راي اخر طبعت الحال غادي ناخذ الراي ديالكم. هذا كما كتشوفوا كان في ايدك ايام كان البلاكار زوين وباقي ما كانش موديرن كما هذه البلاكارات اللي ولاو. هذا الشرجم هذا هو غادي نبدلوه ان شاء الله، ما بقاش عاجبنا وغادي نديروا ليه حتى الحديد من برا. كما كتشوفوا الزليج اللي كتشوفوا هنايا زليج صحيح زوين باقي صالح ولكن ما بقاش موديرن. غادي والبوطاجي حتى هو كنا دايرينو بوطاجي بالزليج، يعني ايامات ديال زمان دايرينو من عقلت انا من 1900 1990 هكا، من 1990 بغينا نبدلوه. البلاكار من التحت شوفوا هنا محلول حتى هويا ولكن ما بقاش كيهز مزينا نهائيا. دابا الهدف ديالنا اولا نحصلوا على اكبر عدد ممكن من البوطاجيات، وطبعا نستغلوا اكبر عدد ممكن من البلاكارات اللي غتهز لينا الماعن وكذلك الالكتروميناجي اللي عرفوا فين نلقاو بلاصتها. كما كتشوفوا الكوزينه عندنا صغيره ولكن الطريقه اللي كنفكروا اننا نديروها ان شاء الله غتكبر لنا الكوزينه، فما عليكم الا تتابعوني من الاول حتى الاخير. اول مرحله ان شاء الله هي اللي غادي نحيدو هادشي كامل ضروري من ريبو. طبيعه الحال حتى الطواليت هي غنزيدوها مع الكوزينه ونديروا لها الاصلاحات. مادام غنديروا الاصلاحات ديال الكوزينه لما نزيدو حتى الطواليت، فقط خليكم تابعوني. وطبعا اللي عنده شي اقتراحات كوزينه راه صغيره فيها 3 متر على متر ونص، يعني صغيره بزاف وباغي نهزو فيها بزاف الحوايج وباغينا تكون واسعه، يعني باغي نوسعوها وما بطل هزينا بزاف الحوايج. يعني شنو هاد الافكار اللي ممكن نهزوها، شنو هاد الافكار، فبقى عليكم غير تابعوني. كما كتشوفوا السطح كنوريه لكم مزيان وكلشي ولكن الكوزينه موديرن كي ضروري ما كيديروا القبص وسلكوز الكابينه هي او الطواليت ضروري ما نديرو ليها القبص في السطح، لان السطح نديرو فيه القبص كياخذ ليميديتي كيخليش البخار ديال الطياب يبدا يبقى مدلع علينا في الفوق. كما كتشوفوا هنايا حنا بدينا كنريبو قبيله شتو انا كاين بوطاجي في هاد البلاصه هادي، هيا ما بقاش البوطاجي حيدناه. هنا راه الروبين هو ان شاء الله غادي نحيدو. كما كتشوفوا هنايا هذه هي البلاصه اللي غادي ندوزو فيها الماء ان شاء الله. كما كتشوفوا نقدروا نديروا هنايا البوطاجي ديال الباب هنا او نديروه في هذا القنت ولا نديروه في هذا القنت. دابا غادي نشوفوا حسب المعلم اش غادي يشوف لينا، لان الهدف ديالنا ماشي غنديروا كوزينه فقط، الهدف ديالنا هو انني نوسعوا كوزينه وتبان كبيره. هذا هو البلاكار نحيدناه، هانتوما كتشوفوا البلاكار كله حيدناه، هاهو كان واخدين واحد المسافه كبيره وكنصغر لينا الكوزينه. من احسن اننا نستافدو بالبلاكار فوق ونستافدو بالبوطاجي لتحت يكون احسن. كما كتشوفوا هاد البلاصه هي كان هنا كان الجليج من الفوق لتحت، حيدنا الجليج او باقي عندنا الخدمه مازال الترياب غادي يخدم. كما كتشوفوا هاد مازال غادي نجمعوهم ان شاء الله. هذه هي الثقب اللي كتشوفوها ديال الطواليت، الطواليت راه برا هي ريبناها لان غادي نعاودوها ان شاء الله. يعني مازال مستمرين ولكن حنا غادي نكملوا معاكم كل مره نلوح لكم مرحله باش تستافدوا. بالنسبه لهذا الشرجم هذا غادي كله غادي نحيدوه حتى هاد الالومنيوم هو ان شاء الله غادي يتحيد وغادي نديرو شبيك ان شاء الله. فقط خليكم معنا، طبعا كل مره غادي نبدلو غادي نصيفط لكم فيديو باش تشوفوا المراحل وتستافدوا. طبعا اللي عنده اسئله
واللي عنده شي اقتراحات، لان حنا باقي يلاه بادين، يعني اللي عنده شي اقتراحات وبغى يقترح علينا ما فيها بس يقولها لينا باش نستافدو اكثر وانتم تستافدو. شوفوا معايا هيا ان شاء الله غنديرو حتى القوس في السقف. فقط خليكم معايا باش تشوفوا كاع المراحل ان شاء الله. ايوا نخليكم دابا مع بقيه الصور من الفيديو، تشوفوا كيفاش ريبنا الحيط وعرينا عليه ان شاء الله. حتى هذاك البلاكار غنزيدو مازال نعريو عليه اكثر باش يلصق لينا الزليج ملي بغي يلصقو، طبعا باش نركبوا الجعابي ديال الماء ونركبوا الخيوطات ديال الضوء ان شاء الله. فقط خليكم معايا من الفيديو حتى الاول حتى الاخر، وغنوريكم باقي الفيديو. لو بقيتوا معايا غتشوفوا حتى الطواليط كيفاش عرينا عليها، وطبعا اللي عنده شي افكار يشاركها معنا، يعني كلنا مع بعضياتنا نقولوا افكار اللي نديروا تصميمات خاصه بينا باش تجي سهله بالنسبه للمعلم اللي يجي يخدم يعرف اشنو باغا بالضبط ويقدر يساعدك. خليكم معايا الفيديو، وطبعا هذه المرحله الاولى وغنشارككم باقي المراحل. فقط تابعوا القناه ديالي، لاول مره يشوف القناه يدير اشتراك ويفعل جميع التنبيهات باش يوصل بالجديد، وما تنسونيش باللايكات والدعم القناه لاني دائما غنشارككم بالجديد ديالي على قناتي قناه تجربتي الجميله.